مشاهد تعود إلى شهر يوليو الماضي حينها تم تداول صور أحد المواطنين المصريين. كانت الرواية أنه تعرض لاحتجاز وتعذيب من قبل شباب في ميدان الرابعة العدوية، بل وتم بتر أصبع السبابة من يده اليسرى، مشهد مريع تداولته وسائل الإعلام. كانت الرواية أنذاك، لكن ما الجديد في الأمر؟ محكمة جنايات شمال القاهرة التي أرجأت أكثر من مرة محاكمة 5 أشخاص متهمين باحتجاز المواطن، وجدت نفسها أمام مفاجأة مدوية فجرها المعتدى عليه، فقد تراجع عن أقواله السابقة وقال إن المتهمين لم يقوموا بالاعتداء عليه، بل هم من قاموا بإنقاذ حياته من أشخاص قاموا بتعذيبه، وأن الضابط الذي حرر المحضر هو من لفق الاتهام لهم وأجبره على اتهامهم. الدفاع طلب بإخلاء سبيل المتهمين واستدعاء الضابط محرر المحضر لمناقشته في أقوال المعتدى عليه. الملفت في مثل هذه القضايا هو ما يعتبره ناشطون وحقوقيون انتشارا كبيرا لظاهرة تلفيق التهم من قبل عناصر في الأمن والشرطة وإكراه البعض على شهادة زور، والأخطر هو استسهال وسائل إعلام في تعاطيها مع الاتهامات المطلقة وذكر أسماء أشخاص، بل ونشر صورهم وتقديمهم للرأي العام كمجرمين دون انتظار مسار المحاكمة، ويصل الأمر إلى إلصاق سلوك ما كحل التعذيب المدان بتيار وميدان. صورة أخرى لتلفيق التهم والاعتقال العشوائي في بيان أصدره طارق اللباني وجون غريسون الكنديان المعتقلان في سجن طرة في مصر منذ أحداث رمسيس، أكد فيه استمرار إضرابهما عن الطعام وأشار إلى عدم تمكنهما من إجراء المكالمات الهاتفية، وأنهما تشاركا مع 36 سجينا سياسيا زنزانة حجمها 13 أمتار. قصص المعتقلين بحسب قولهما تتشابه مع قصتهما من حيث التقاطهما من الشوارع المظلمة بعد الاحتجاج من قبل البلطجية أو رجال الشرطة، قصص تضع تحت الضوء حكاية الاعتقالات العشوائية والتهم الملفقة، ولكن أيضا سطوة عناصر أمنية قد تجد من يمتلك شجاعة فضحها. في بنات اتسحلت وتعرض جوه القسم بدون أي تهمة واتضربت. في ناس كانوا رايحين يتحروا على طاقتهم بس يشوفوا عليهم قواضي ولا لا، ولا ما عليهمش يروحوا، ما لقوش حاجة عليهم على البضايق، نزلوا فيهم ضرب، لبسوهم قواضي، في اللي لبس قضية بودرة، في اللي لبس قضية سرقة. تجاوزات قد تحقق مرادها مرحليا، لكنها تنسى أن استفاقة الضمير الحي مسألة وقت وجرأة.